السلام عليكم يا شباب، الله يعطيكم العافية ويجزيكم الخير. تحياتي لكم متابعي قناة سوق المواشي في سوريا على اليوتيوب أينما كنتم. الصلاة والسلام على رسول الله. شباب اللي اكتبوا لنا بالتعليقات على اليوتيوب وسألونا على المجموعات وراسلونا على الواتس، صوروا لنا الفحل الجملاني اللي عندكم، الفحل الجملاني اللي عرضناه من أسبوع يمكن أو أكثر بسوق إدلب اللي نزلناه السوق. الصلاة والسلام على رسول الله. الفحل ثني يا شباب، الصلاة والسلام على رسول الله، هذا هو قدامكم. بشباب اكتبوا لنا بالتعليقات انه يا اخي ما صورته بالسوق ما كانت واضحه، احنا صورنا اخر الفيديو. يعني الفحل يا شباب احرق ما شاء الله تبارك الله، مبين عليكم مميزات وجلاسه القرن مسطره ميل. اذا بي فرق ربع سنتي بين الجرن هذا والجرن هذا، تعال خذه ببلاش. ما شاء الله عرض الخد يعني بيكباش. نعم. خدها رفيع يعني ما شاء الله عرض الخد، جلاسه القرن. نعم مسطره، جرنه مسطره. طول الظهر ما شاء الله. نعم كفاله فحوليه. لقح السنه الماضيه والسنه هاي عندنا فحل حرشي، يريد يعني اخذنا من بزرته ويريد كذلك يعني يتلقح من الفحل الحرشي. ولسه يعمر ويخشن، ومعلومكم يا شباب غنم الجملان يظل يعمر ويخشن وينطق كل ما يكبر ينطق خشانه. المشكله يا شباب يقولون بالسوق الرخص يخوف الناس، لما الواحد يسوم سومه رحمانيه بسيطه الناس تخاف، يقول لك ليش قام يعني احنا لازم المفروض سايمين سومه عاليه مشان الناس تقتنع انه فحل طيب. فحل زين بس احنا خيو سماحه، والله سماحه من عندنا يعني، احنا بالسوق قاعد نقول لازم يصير عند الناس سماحه، لازم الناس تتسامح. اليوم هالفحل اخذنا من بزرته، خلي غيرنا يستفيد منه. دح 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 الصلاه والسلام على رسول الله. دح الغنم بسده، شايف؟ مبين عليك الغنم جنبه، دح خشانته وارتفاعه. دح شباب على خشانته مع الغنم دح. والله يا شباب هذا لو بمعارض الرقه وبغير مكان والله العظيم لا يطلبون عليه 1500 دولار. ايش ناقصه؟ ايش ناقصه؟ كفحل ممتاز نخب من غنم الجملان، من غنم الجملان. اخذنا ايه كل شيء، ايش ناقصه؟ ايش ناقصه؟ يعني اليوم اذا بدك فحل لغنمك، يعني ضحك ارتفاعه مع الغنم، ضحك خشانته ولسه يعمر، ها؟ ثني ولسه يعمر، لسه يصير لسه يخشن. يعني احسن من شلان، ايش بدك يعني؟ احسن من شلان بدك تحسب حسابك ب 2500 دولار وانت طالع. يعني مبلغ اليوم دفعنا به 650 دولار. شباب ده الصلاة والسلام على رسول الله. طيب يا شباب يعني جلاسة جرن احيانا تلاقي فحول بالغنم قرون الفاتلة، قرن فايت براسه، قرن مسايف، تلاقي مثلا رجليه ارفاع، تلاقي مثلا رقبته قاصرة، تلاقي ايش ناقصه هذا؟ ايش ناقصه؟ كفحل ممتاز لغنمك ايش ناقصه؟ شو معوز؟ جلاسة قرن ممتازة، حراق ممتاز، بزرة أساس ممتاز من غنم أبو مصعب الجملان، شجاي التوم، يعني رمي وتوام، اللهم صل على محمد، نط على غنم عندنا ولدت توام. وكل الميزات الحلوة، دعاجة عين، طول ذان، حراق، احنا والله يا شباب اللي مخلينا نريد نبيعه انه أخذنا من بزرته، خلي غيرنا يستفيد، هاي هي. يا شباب هالفحل مفصول ب 700 دولار. اللي يرى لا. فصل.